يا ولدي يا ابوي مشات يا انبا مجتمع صحي رياضي مشات يا انبا مجتمع صحي رياضي يعطيكم العافيه. هلا والله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله مساكم بكل خير، كيف حالكم؟ يوم جديد. سويت كذا مو مسابقه، مشاركه خفيفه في السناب شات باذن الله. كان خطوات المشاركة اني اقابلكم في ممشى السميري، اي واحد من اصدقاء بنيان راح اعطيه كوبون شرائية من مطعم طازة عبارة عن 10 ريال كل كوبون. عشان لا يفوتك كل هالاشياء الجميلة لا تنسى تتابعنا في السناب شات عشان توصلك اشياء جديدة اول باول. مشتركيني في اليوتيوب لا تزعلوا، لان كوبونات زي كذا ما ينفع اسوي في اليوتيوب مشاركات عليه، لكن القادم اجمل باذن الله. هلا والله وصلنا نظارة شمسية، بس تبي تشوفه مشات ينبع يا ولد ايش ذي الحركات. شوفوا اهلا والله هلا والله هلا الله يسعدك يا مرحبا. ها كيف يجي هنا اي اوكي الشمس يكون في وجهكم شباب حسب الحجم اللي اصل اللي طوال شويه ورا واللي اقصر قدام. مشات ينبع صراحه جو 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 خيالي جدا، الكل متحمس، اعلاميين اعضاء الله يعطيهم العافيه. يعطيك العافيه ابو نهاد. الله يعافيك ابو نهاد. اهلا اهلا كيف حالك؟ طيب والله انا جيت دحين في دورة المياه بفك التيشيرت الداخلي ذا حر زفر خلاص. هلا والله اخوي سلطان اهلا يعطيك العافيه فصول يعطيك العافيه حبيبي. اوه خلاص احنا وقفنا، ولكن ما شاء الله في شياب احسن مننا يعطيكم العافيه والله. ارحبوا ارحبوا يوسف وينك؟ يا هلا والله، معنا استاذ خالد رئيس قسم الانشطه الرياضيه في الهيئه الملكيه. الحقيقه فعاليه ممتازه جدا، واشكر الجميع على الحضور والتفاعل. انا ما توقعت حقيقه الحضور هذا كله، لكن ما شاء الله تبارك الله، هذا يدل على انه في حقيقه في مجتمع مدينه النبع الصناعيه منهم دائما يدعمون الفعاليات، خاصه يوم عالمي المشي هذا. طيب ايش حاب تقول لمشات ينبع الفريق التطوعي؟ والله الكلام فيهم يعني مهما نتكلم فيهم قليل، لكن اقول جزاكم الله خير وكثر الله من امثالكم، واحنا معاكم قلبا وقالبا، وباذن الله الخدمات الاجتماعيه تكون دائما معكم قلبا وقالبا، وتقدم كل ما ييسر لكم في هذه المدينه الطيبه. شكرا لكم، شكرا لدعمكم، يعطيكم العافيه. شكرا لك. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 يلا نبدا على أستاذ أحمد بركاتي، صار مشهور زي ما تشايف الفلاشات كلها موجه عليه، نجم رياضي. شايفين كل الإعلاميين، 1 2 3 4 5 6 إعلاميين يصور أستاذ أحمد البركاتي. طبعاً في فطور مسوينه الشباب في مشات ينبع. كابتن أحمد حليو. بالله ممكن سيلفي معك؟ أهم شيء المشي حقيقة، الهدف إحنا ترى جروب جماعي، أنا أمثل الشباب ما أمثل نفسي، وانا اسف اذا كنت يعني دائما اتكلم، لكن انا المتحدث الرسمي لهم ممثلهم. ونعم الرجل، يعطيك العافيه والنعم بالجميع، يعطيكم العافيه. قوم بتمارين اطاله بعد دك. هلا والله، تعالي تعالي تعالي، كيف حالكم؟ ايش اسمك انت؟ وانت؟ كيف بابا كويس معاكم؟ ها؟ طبعا ابو سمير ما شاء الله تبارك الله من الناس المبادرين دائما الله يعطيه العافيه. هلا والله حقون سكيت، ارحبوا بكم. تعلموني دراجه اول شيء ولا سكيت؟ السكيت. دراجه حقت البزوح. ياو يعني تقول العكس انت. ما شاء الله اغلب الشباب صايمين، والله يجزاهم خير جميع الاعضاء، ساموا في توفير الافطار، اللي جاب اللبن، اللي جاب العيش، اللي جاب التمر، فما شاء الله تبارك الله
فريق متكامل. منصور حاس بالرمضان؟ ها؟ مشات ينبع قده ها؟ تقبل الله تقبل الله. الله يجزاك خير منصور يا ولدي. يا ابوي هالرجال يقول هذا ولدي هذا ولدي ما شاء الله انا خلفت وصار واحد اكبر مني ما شاء الله تبارك الله. لا متزوج صغير ما شاء الله وشكل عمري 10 انا تزوجت على كذا قبل ما ابلغ شكلي. هلا والله الاشاره اللي ورانا هذه اشاره نادي المجد وانت متجه للبلد راح تكون على يمينك هالمهرجان اظن مهرجان التسوق او شيء زي كذا فزي ما شايفين بس شكلها شيء جبار صراحه. طبعا زي ما شايفين هنا الخيمه المخصصه للضيوف على ما اعتقد وهنا منطقه العاب هنا السيرك العالمي يعني ما ادري قد انتم شفتوه لا لكن اتوقع اول مره بس اللي انا شايفه حتكون شيء رهيب 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 اعتقد حتكون في حديقه حيوانات لجميع انواع الحيوانات النادره والمميزه. بالنسبه للاكشاك فيها نوع من التراث التصاميم فيها وبعدين في حركه حلوه هنا عباره عن رشه يهيئك كانه ديكور كذا. تنتهي تغطيتنا السريعه لا نتمنى انه يتسفلت ويترتب حتى تكون يعني يليق بالمكان والفعاليه الجميله اللي متوقع لها. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل.